بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حكينا في شخصية بارزة بشخصية 1988 اللي استطاع أن يؤخر مقابلة رياضية العالمية في كأس العالم في كأس العالم. تفضل احكي. أول صلاة في الماضية. أول صلاة في الماضية. احكي معك قصتك ما صار. حبيت نسمعها قبل ما تخرج بكم الغنى. دخلت. تحدي يعني. تحدي. مع هنا في المسيرة ولا مع هنا؟ كبار ثاني كبار. ثم هنا كان التحدي في البداية تاعو هنا في المسيرة. نحاول الباسبور يشوي باسي سون باسبور. إيه. حركة. حركة. والله في الطيارة في لا بروميير بلاص. صحيح كي كنت تصلي أنت في الفوتو نتاعك نوري بلون لا هذا كما نشوف الفيسبوك. كانوا قدامك زوج من الناس. أونتر خالد محي الدين ورشيد مخلوفي. أونتر دو كرون مسيو. هما اللي عسوا هما اللي عسوا عليك. هما اللي عسوا عليا. باسكو الشرطة الإسبانية جات ولا ما جاتش؟ قال له اسكو فو بالي فرونسي سي خالد محي الدين الله يذكره على خير. قال له نو بو كيتو بلي إسبانيول. قال له سي موتشو بلي إسبانيول أحضر لي معايا بالإسبانيولية. قال له رجع لك. رجع له الإسبانيول قال له سافا ديري دو تروا مينيت با بليس. وبعد جاني الكوميسار دي ستاد. قالني ما سمعناش قال لي بلي فلان دو بليسياك اللي راحت منذ طريق بن زياد فتح الاندلس. قال لي واش بوجد دوزيام طريق بن زياد ولا قلت له فو روسومبلي على الكابوني هو كان تشين شويه هكذا. قال لي كومونك ساسبي فوزافي بيان برونونسي الكابوني الكابوني دو ليتالي دو لا سيسي مستقليه مستقليه. قال لي كلكان دو لا كوزا نوسرا ولا لا كابوني مانو نيرا. سرت معاه قال لي كيف تعرف قلت له زادي في خباب صح مرقيل. قال لي وصلت لي الخباب هذا تاع الطرفة بعد كش ما داروك من بعدها ولا والو بعد الماتش والو جاو لهنا حكموني في الطيارة كي تجي داخل الجزائر ومنا وداوني رويبة وصوروني وحقوا معك. ايه قال لي صليت ركعتين والله خلاص. جاني الكوميسار هدرت معاه وبعد جابوا كيلكان دو لاسام قال لي كي تنفوي ديالي تصلي ركعتين. لازم ومن يتقي الله يجعل له مخرج في الصلاة ومن يتقي الله يجعل له مخرج. روح. بارك الله فيك. حميد كنت نحوش عليك 500